مع مبارك الجنيدي سفير دولة الإمارات العربية للكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. بداية أوجه أسماء آيات التحية والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور خالد عبد القفار وزير التعليم العالي، ومعالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وسعادة الدكتور عمرو عزة السلام الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وسعادة الأستاذ محمود مسلم رئيس مجلس إدارة مجموعة دي إف سي الراعي الإعلامي، وسعادة الأستاذ الدكتور علي شمس الدين رئيس لجنة المنظمة لمعرض الملتقى إيديوجي. أصحاب المعالي وسعادة الدكاترة الكرام، إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في هذا المحفل الهام، معرض ومؤتمر بوابة التعليم الذي نلتقي فيه بالقيادات التعليمية والأكاديمية من علماء ومتخصصين من مختلف ربوع العالم العربي لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى المستقبلية لقضية من أهم القضايا وتحدي يتصدر كافة التحديات وهو التعليم. ولقد أعطت الإمارات أولوية أولى واهتماما كبيرا للتعليم حتى قبل قيام الاتحاد، حيث انطلقت مسيرة التعليم النظامي في الإمارات منذ الخمسينيات، وقد اعتبر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه التعليم من أولويات التنمية، قال: إن الشباب هو ثروة الأمم الحقيقية، وحفز كل الإماراتيين على التعليم، وأنشأ البنية التحتية اللازمة التي أخذت تنهض بالتعليم تدريجياً، لينشأ جيل مؤهل قادر على العطاء وخدمة الوطن، حتى شهد التعليم تسارعاً واسعاً في كل المراحل التعليمية. وشهدت دولة الإمارات كذلك توسعاً في أعداد الجامعات وأنواعها داخل الدولة، ولم يقتصر التحاق الطلبة المواطنين بالتعليم العالي داخل الدولة، بل أتيحت لهم الفرصة لدراسة التخصصات المختلفة التي يرغبونها في مختلف دول العالم، ومنها مصر الشقيقة التي كانت قبلة للطلاب الإماراتيين في كل التخصصات العلمية، وكان لأشقاء المصريين دوراً رئيسياً في تطور التعليم في الإمارات. وقد بدأ التعليم العالي في الإمارات بافتتاح جامعة الإمارات سنة 1976، وأنشئت العديد من الجامعات الوطنية والمعاهد التعليمية المتخصصة، ثم اهتمت الإمارات باستقطاب أعرق الجامعات منها جامعة نيويورك وجامعة السورون، وأنشأت معاهد متخصصة مثل معهد مصدر اللي هو متخصص في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع جامعة MIT الأمريكية، وكذلك تنامت التخصصات المطروحة في هذه المؤسسات بما يلبي احتياجات سوق العمل، كما حصلت هذه المؤسسات على الاعتماد الأكاديمي الدولي لمختلف تخصصاتها، وحصلت على ترتيب متقدم عالمي من حيث مستوى وجودة التعليم، كما أن الوتيرة المتسارعة على تطور مسيرة التعليم في دولة الإمارات كان لها بالغ الأثر في تعزيز قدرتها التنافسية لهذا المجال، والتي توجتها في إحراز المراكز الأولى عربيا ومراكز متقدمة عالميا بمجالات التحصيل العلمي واستقطاب الطلبة العلم من كل مكان، وفي نسبة الطلبة الجامعيين الدارسين في الدولة وخارجها، وفي مجال التحصيل العلمي للمرأة. كما أخذت دولة الإمارات الاهتمام بدعم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وخاصة جامعة الإمارات التي تعتبر الجامعة البحثية الأولى في الدولة، وكذلك أنشأت الوزارة عام 2008 الهيئة الوطنية للبحث العلمي لتتولى الإشراف على تطوير البحوث العلمية، والتي توجت بتحقيق الإمارات العديد من الإنجازات أبرزها في قطاع الفضاء.
من خلال إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية في عام 2014 وإرسال أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي، بالإضافة إلى بدء الإعداد لإطلاق أول مصباح عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي. وقد كانت الإمارات من أولى الدول التي انتبهت إلى موضوع الذكاء الاصطناعي، فأنشأت جامعة متخصصة هذا العام أو في العام الماضي، وهي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تعتبر أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في العالم، وتهدف إلى تحقيق التميز في خلق المعرفة وتكريس قدرات الذكاء الاصطناعي واستخدامه لدفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد لمجتمع الذكاء الاصطناعي العالمي. وستقوم الجامعة بطرح عدد من برامج الدراسات العليا المتميزة التي تواكب احتياجات السوق في هذا المجال، وستوفر منحا دراسية كاملة تغطي كافة الرسوم الدراسية، وسيقوم خلال الفترة المقبلة إن شاء الله فريق من الجامعة بزيارة لبعض الجامعات المصرية ودول أخرى بهدف استقطاب الطلاب المتميزين لإعطائهم الفرصة لدراسة موضوعات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي. أود الحديث أيضاً عن حملة تقوم بها الإمارات، وهي حملة تعلم في الإمارات التي تهدف إلى الارتقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح قبلة تعليمية عالمية تجمع بين أعظم العقول والمواهب في العالم. وتأتي وزارة التربية والتعليم الإماراتية لمصر اليوم لدعم الشباب المصري بمهارات مبتكرة وجديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية فيما يتعلق بموضوعات تشغل العالم حاليا مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين وغيرها، وهو سيساهم بلا شك في تحقيق أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. أصحاب المعالي والسعادة، الموضوع الثاني الذي أرقب الحديث هو معرض إكسبو 2020، والذي سيقام في شهر أكتوبر القادم، والذي رأى أهمية هذا الملتقى. معرض إكسبو رأى أهمية هذا الملتقى ليتولى رعايته ذراعي الرئيسي، وحيث أن معرض إكسبو 2020 دبي هو أول معرض عالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فإننا نود أن نبرز من خلاله مستوى الإبداع والثقافة والروح الإبداعية للمنطقة بأكملها والعالم. ونتوقع أن يقوم بزيارة المعرض ما يقارب من 25 مليون زائر على مدار 6 أشهر، 70% منهم سيأتون من خارج الإمارات، ليصبح المعرض العالمي الأكثر شمولية في التاريخ. وسيكون أيضا احتفال بذكاء الإنسان، وسنقدم أعظم عرض في العالم للهندسة المعمارية والفن الحديث والثقافة والابتكار والتصميم والتكنولوجيا. وكونكم من رجال التعليم والمهتمين بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، فإننا ندعوكم لزيارة إكسبو 2020 في دبي وتشجيع سفر أكبر عدد ممكن من الشباب وطلاب الجامعات المصرية والعربية للإطلاع على الأعمال والمشروعات والمشاركة في الأنشطة والفعاليات العالمية التي ستقام خلالها. وستقدم الإمارات كافة التسهيلات والإجراءات التي تتيح الفرصة لهم للاستفادة من الإمكانيات والفعاليات المقامة فيها. وسيقوم فريق من إكسبو اليوم بتقديم عرض حول مبادرة جولات إكسبو 2020 التعليمية. سيقوم هذا الفريق بتقديم عرض إن شاء الله بعد ظهر اليوم هنا في الميدان. وختاما أتوجه بخالص شكري وتقديري لأصحاب المعالي الوزراء والقائمين على المؤتمر مع أطيب تمنياتي لهذا الملتقى بالنجاح، ونتطلع لاستقبالكم في بلد الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.